السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت إلى بيت وشفت واحد قاعد يتريق أو يفطر الصبح جوز وجبن فلا تستغرب، لأنه الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: الجبن داء، يعني الجبن داء، الجبن داء، فإذا أكل بالجوز فهو شفاء. يعني يجب علينا إذا صحت العبارة أن نخلط الجبن مع الجوز إذا أردنا أن نأكل الجبن. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجبن داء والجوز داء، يعني مو بس الجبن، الجوز أيضا داء إذا تأكل الوحدة، فإذا اجتمعا معا صارا دواء. يجب الجمع بين الجبن والجوز. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول: إن الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داء. يعني عيد كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يعتبر الجبن طعاما مفيدا، ويصنع غالبا من حليب البقر أو الغنم أو الماعز، ويعتبر مصدرا غنيا بالكالسيوم. هناك رواية أيضا جدا جميلة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنه هناك أحد الرجال دخل على الإمام الصادق في وقت الظهيرة بوقت الغداء وسأله عن الجبن، قال له: مولانا، هل هو نافع أم هو ضار؟ فقال الإمام الصادق: هو داء لا دواء له، الجبن داء لا دواء له. يقول الشخص نفسه: بعد فترة دخلت على الإمام الصادق في وقت العشية في وقت الليل، فسألت الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عن الجبن، ولقيت الجبن موجود في بيت الإمام الصادق وعلى السفرة، الإمام يريد يتعشى. فقلت له: مولانا، في فترة سابقة قلت لي أنه الجبن ضار، واليوم أراه على سفرتكم، ما هو السبب؟ فقال الإمام عليه السلام: هو ضار بالغدات، يعني الظهر بالغداء، نافع بالعشي، يزيد في ماء الضار. هذا حديث أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله لكم قبول الأعمال والطاعات إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.